رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض تارت بالتفاح. انا ما رضيتش اشيل التفاح من على النار غير ما تشوفوه بعد ما استوى اهو تمام. بسيبه يبرد خالص قبل ما نحطه على السابلي بتاعنا، لان طبعا ممكن يسيلها ويكسر كل العجينه. كمان عايز، احنا عملنا مع بعض عجينه السابلي بكل مقاديرها، فردناها مع بعض وحطيناها كمان في الفرن، وبالهنا والشفا. خلاص ده انا بعد ما استوى هشيله خالص من على النار، يبرد براحته نستعمله في حاجه تانية. ولكن تعالوا بقى نعمل مع بعض حاجه تانية برضو من نفس العجينه اللي هي بتاعت السابلي. هنعمل تارت ليمون ولكن بطريقه جديده خالص، لان تارت الليمون ده هيبقى ليمون بالنعناع. مقاديرنا ابسط مما تتخيلوا، يعني مقاديرنا في كل بيت مصري. المقادير ببساطه هي عباره عن اول حاجه تارت سابلي زي ما شفنا اهو من العجينه اللي احنا عملناها، فردناه في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده حلو، وبعدين ني ني مش مستوي. وعندي كريمه الليمون عباره عن اربعه صفار بيض، اربعه من اصفر بيض، وكمان معلقه من الكورن فلاور او النشا، نص كوبايه سكر، ومعلقه نعناع مفروم اخضر، وكمان نص كوبايه من عصير الليمون او وبشر ليمون وبشر ليمونه، وفي الاخر عندنا كوبايه من الكريمه هنجمل بيها، كريمه مخفوقه. هنقول تاني المقادير. تارت سابليني، عجينه سابليني، تمام؟ أربعة صفار بيض أو أربعة أصفر بيض، عندنا معلقة من الكورن فلاور أو النشا، وعندي نص كوباية سكر، وكمان عندنا معلقة من النعناع المفروم، ونص كوباية من عصير الليمون وبشر الليمونة، وكوباية من الكريمة المخفوقة، كوباية كريمة سايلة قصدي، معلش أنا آسف. ليه بقى هنخلط كل الحاجات دي مع بعض؟ يا شيف يوسف، طب أنت حاطط بيض ما فيهوش، ما حطيتش فانيليا. الليمون والنعناع مش هيخلوا في أي ريحة موجودة في التارت بتاعنا، دي حاجة. الحاجة التانية مش عايز ريحة الفانيليا تطغى على الليمون والنعناع، تمام؟ جربوا بس إن شاء الله كل الحاجات دي تعجبكم. هناخد أول حاجة صفار البيض أربعة، وعليهم بشر الليمون، وعليهم الكورن فلاور أو النشا، وعليهم نص كوباية السكر، وهنستنى شوية كده قبل ما نحط النعناع وقبل ما نحط الليمون التاني. نقلب كل ده مع بعضه كده يبقى خليط زي ما انتم شايفين كده متجانس اهو، حلو قوي. وبعدين هنزل عليه بالليمون بقى، يتفك معايا اهو بالراحه، ما بقلبش جامد لغايه ما يفك معايا. لسه فاضل حاجه كمان واحده اللي هي النعناع وكمان الكريمه. زي ما قلت لكم ان النعناع من الحاجات اللي تتاكسد بسرعه. يعني ايه تتاكسد؟ يعني لو احنا فرمناه من بدري كان زمانه لونه دلوقتي اتغير. عشان كده حبيت نفرم النعناع قدامكم كده سريعا، رفيع قوي، جميل. بعد ما هنفرم النعناع هناخده كده اهو، نضيفه على المقادير بتاعتنا، ونقلب تقليبه كده بالمعلقه بقى، واخيرا هنضيف عليه كوباية الكريمة. يا أستاذة هاجر، مرحبا شيف. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. عامل إيه؟ أنا بخير والله الحمد لله رب العالمين. لما بسمع صوتكم دايما يا رب. عامل إيه الشيف حسن؟ الشيف حسن كويس، بيسلم عليكم والله. دايما يا رب، والله منور الشاشة يا شيف حسن والله. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليك يا رب. والأكلات الحلوة اللي أنت بتعملها لنا دي. تسلمي، ربنا يبارك في عمرك ويخليك، ألف شكر ليك يا رب، تسلمي لي. طيب احنا حطينا هنا العجينه بتاعتي متجلسه اهي، يعني مسكنينها، وهنصب عليها الخليط اهو بالراحه، بسم الله، جميل. وهندخل الفرن، ياخد وقته في التسويه، وفي نفس الوقت العجينه برضو تستوي معانا، ونشوفه بعد كده ان شاء الله ويعجبكم. هنعمل كمان تارت اهو، تمام كده. نشيل بقى كل ده، تمام، أبا نقفل عليه ونسيبه يستوي براحتنا خالص، بس على درجة حرارة مش أكتر من 160 درجة، لازم يستوي على نار هادية زي ما احنا بنقول. تعالوا بقى نعمل كمان واحد من التارتات الجميلة ولكن بالكمترة. تارت كمترة هنعمله بمقادير برضو قريبة جدا من اللي عملناها الأول. أنا عندي مقاديره اهي،
كل حاجة بتاعتنا جاهزة، ولكن برضو هنقول المقادير بالراحة، وهنسوي برضو زي ما انتم شايفين كده. هجيب بس طاسة نسوي فيها. المقادير بتاعتنا بتاعة تارت الكمثرى نفس المقادير بتاعة تارت التفاح، ولكن باختلاف شوية. عندي عجينة من مستوية من تارت سابليه، عجينة مستوية من تارت سابليه هوريها لكم دلوقتي، وعندي كمان 3 كوب من شرائح الكمثرى، يعني حوالي نص كيلو 3/4 كيلو من شرائح الكمثرى متقطعة شرائح بالشكل ده اللي انت شايفه. معلش انا اسف ان انا شلت من مكانها. نص كوباية من السكر ومعلقتين من الزبدة ورشة قرفة صغيرة، كوباية من الكريم باتري، وبقى هنا صوص توت هيبقى فوق وتحت، صوص من التوت والراسبري، يعني عندي شوية من التوت البري هنحطهم تحت، وكمان على الوش صوص راسبري، وبرضه هنجمله بكريمة مخفوقة. يبقى نشتغل مع بعض ونقول هنعمل ايه. أول حاجة هناخد الزبدة زي ما قلت نحطها على النار، طاسة على النار ناخد عليها معلقتين الزبدة بتوعنا، وأول ما تسيح مش عايزة تتحرق هننزل عليها بالكمثرى. الكمثرى دلوقتي عارفين أنا عملت طارة الكمثرى ليه؟ لأن الكمثرى دلوقتي مالية السوق، يعني الكمثرى موسم بتاعها دلوقتي ورخيصة جدا ومالية البلد زي ما بنقول، يعني حاولوا تستغلوا الوقت ده وتعملوها. يعني يا أستاذ زياد. ألو. الو، اهلا يا زياد، ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس. انا عايز اعرف طريقه البيتزا. عنيح، انا هعمل لكم البيتزا يا جماعه الاسبوع ده. اهو شفتوا بقى 3 اسئله عن البيتزا، هقول لكم في نهايه الحلقه مقاديرها، وبرده هرجع ان شاء الله اعملها لكم الاسبوع ده ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر من عينيا. بشكرك يا زياد على اتصالك. احنا حطينا هنا زي ما قلنا زي ما انتم شايفين الزبده ساحت، حطيت عليها التفاح متقطع شرايح اهو، جميل كده. وبعد ما اهو حط قصدي الكمثرى، انا اسف احنا عملنا تفاح فلسه في دماغي. وزي ما قلت الكمثرى متوفره ورخيصه جدا، حاولوا تعملوا تستغلوا الموضوع ده وتعملوها دلوقتي. هنحط عليها السكر، مش كميه كبيره، يعني انا قايل نص كوبايه علشان خاطر عايز الكمثرى فيها نسبه سكر، وكمان السكر اللي احنا حاطينه، واحنا عندنا صوص هنحطه راسبري فيه برضو نسبه سكر والحاجات دي، فاحنا عايزين برضو والسابليه فيه سكر، فاحنا عايزين تبقى كل الحاجات متجانسه مع بعضها كده متناسقه وتديني تيست حلو قوي وما يكونش فيها سكر عالي. جميل، يلا بينا نفضل مع الكمثرى كده لغايه ما تبدا تستوي معانا. وهي بتستوي معانا هنجيب التارت بتاعنا اللي هنحشيه. انا عامل 2 بقى المره دي، هناخدهم كده بسم الله، وهناخد الكريم باتسري. طب انت بتحط كريم باتسري ليه يا شيف يوسف؟ هقول لكم بحط كريم باتسري ليه. في ناس بتحط شوكولاته، يعني يجيبوا الشوكولاته يسيحوها زي ما هي كده، وبعد كده يضيفوها جوه الطبقه هنا السابليه. ليه؟ علشان السائل الموجود سواء في الكمثرى او في التفاح او في اي حاجه سائله ما يخليهاش تتشرب منه بسرعه وتكسر او تبقى طريه زياده عن اللزوم، يعني ممكن الحاجه تقعد عندنا اكتر من يوم، فعشان كده تفضل من تحت ناشفه. فالكريم باتسري ده بيحميها، الكريم باتسري اللي احنا بنحطه بيحميها، وانا اوعدكم ان شاء الله الاسبوع ده ان انا اعمل لكم كريم باتسري برضو زي ما قلت لكم. تمام، ناخد بس شويه دول. يا استاذه نهال. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم ربنا يخليك يا رب. مبروك البرنامج الجديد اولا. ربنا يخليك، مبروك ان انا رجعت لكم تاني وبسمع صوتكم. ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب. اسلامي. كنت عايز حضرتك بس تعمل لنا حلقه عن الوجبات الجاهزه اللي هي يا فندم بتاعه المطاعم، وجبات المطاعم والحاجات دي، عشان نعملها في البيت بعد اذنك. يعني عايزين يعني برجر وكده؟ مثلا برجر، فراخ مقرمشه، يعني الحاجات. حاضر، من عينيا من عينيا من عينيا. في خلال الايام الجايه دي ممكن نعمل برجر، يعني ممكن نعمل الاسبوع ده برجر، وبرضه نعمل بيتزا، ونحاول في الاسابيع الجايه نعمل لكم الوجبات الجاهزه دي. حاضر من عينيا، تأمريني. طيب احنا بناخد كده. والله انت قلت حاجه كويسه قوي، موضوع الوجبات الجاهزه ده، لان احنا طبعا يعني كل ولادنا بياكلوا دلوقتي من بره، والاسعار طبعا شايفينها. هنعملها بيتي، وانتوا بقى هتشوفوا بقى، يعني انتوا هتعملوا بايديكوا، عارفين المصدر ايه وبتتسوي ازاي والكلام ده كله، وسعرها يبقى سعر التكلفه، يعني مش زي
يعني هتبقى حنينة علينا، واحنا ده اللي احنا عايزينه يعني. ان شاء الله نعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. حاضر حاضر، نعمل كل الفراخ مقرمشة، ونعمل حتى لو عايزين استريبس، وعايزين كل الحاجات دي هنعملها ان شاء الله في الايام اللي جايه. بس الاسبوع ده وعدتكم ان انا اعمل برجر، وانا اعمل لكم كمان البيتزا، لان انا قلت ان انا هعملها لكم. بعد ما خدنا هنا كده هناخد شويه برضو من صوص الراسبري، لا من البيوري بتاع الراسبري تحت. الحاجات دي بتدي نكهات حلوه. طب انا ما عنديش يا جماعه الحاجات دي في البيت، او انا شايف ان هي غاليه عليا، غاليه عليا حطوا يا جماعه مربى. يعني انا بيسر لكم الموضوع، اي نوع مربى، مربى فراوله، مربى تين، اي نوع من انواع المربى، ما توقفوش على حاجه خالص. حسب يعني الموجود عندك في البيت، حسب امكانياتك حاولي تعمليه، ما توقفيش الدنيا علشان خاطر حاجه مش موجوده. لكن احنا طبعا بنقول لو احنا عايزين طعم المزازه الموجوده في الراسبري هنعملها. ما عنديش هحط مربى مشمش، اي نوع من المربات خدوا الطريقه بتاعتنا ونفذوها بقى زي ما بتحبوا. والخطوات الكمثرى خلاص استوت اهي، خلاص وصلت دي بقى، حديها رشه صغيره من القرفه، مش كتير، رشه صغيره من القرفه، لان التفاح اصلا بيعشق القرفه، لكن الكمثرى رشه القرفه دي بتغير لي التست والطعم. انا مش هسويها خلاص، انا مش هعمل، مش هستعمل دي، لان قلنا ان احنا عايزين نستعمل البرده. في طريقتين للرص، يا اما هرصها سلامة عملناها شرايح فوق بعضها كده، شايفين؟ ما احنا عاملينها شرايح. يا اما احطها بشكل اللي انتوا عايزينه، اللي هو بيبقى يعني كده زي ما نقول شكل عشوائي. يا ام اماني، الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي، سامعك يا فندم. لو سمحت، اتفضلي. لو سمحت عايز اعرف بس طريقه عايز اعرف بس طريقه طريقه الكيكه بتبوظ منها دايما. هقول لك بتبوظ ليه. حاضر، هقول لك بتبوظ ليه. حاضر من عينيا. وقريب قوي نعمل لكم كيك وعجينه الاسبونش وكل الحاجات دي. هقول لحضرتك بتبوظ ليه. حاضر حاضر، في اسباب بتبوظ الكيك، بس في اخر الحلقه هجاوب على الاسئله دي، وحاجات بسيطة قوي ممكن ما نعملها، بنعملها احنا من غير ما ناخد بالنا، ممكن تهبط الكيك معايا وتبوظ. خليكي معايا ام اماني وانا هقول لك عليها اخر الحلقة. كل الأسئلة دايما بنجمعها ونجاوبها اخر الحلقة عشان خاطر ما نضيعش عليكم المشاهدة يعني، تمام؟ بصوا بقى الطريقة اللي انا برص بيها دي. أي حد بقى هيشوف التارت ده هيقول عليه تفاح، ولكن هو بقى كمثرى. الكمثرى طعمها مختلف في التست، وهتبقى طعمها حلو قوي، فعشان كده لازم تجربوا الكمثرى جديده. اما الليمون اللي احنا حطيناه بقى جوه الفرن ده، ده حكايه، لان في طعم الليمون وفي بش الليمون وفي نعناع، ده جديد خالص يعني، ان شاء الله يعجبكم. جميل، بناخد كده برضو شرايح. انا حبيت اعمل اتنين علشان اوريكم طريقه ان احنا نلفها كده، لو بقى عندنا ضيوف وعايزين بقى نعمل حاجه شكلها شيك قدامهم، لكن لو احنا هناكل ممكن نحطها كده باي شكل، ما فيش مشكله بقى. جميل اهو، جميل قوي. بس رجاء يكون كل الحاجات بارده زي ما قلت لكم، وما فيهاش سوائل كتير. احنا بعد ما نخلصها كده ممكن لو احنا هناكلها فيها في نفس اليوم ما فيش مشكله خالص، لكن لو احنا عايزين نحتفظ بيها تقعد يوم كمان حلوه قوي، ما فيش مشكله يعني، حتى لو هنشيلها جوه الثلاجه. بس طالما احنا بنعمل بسكوتات او بنعمل حاجات اللي هي فيها حاجه هشه دي، او بنعمل ملفي، يستحسن ان احنا ناكله في نفس اليوم. لو بات بيبقى طري شويه، بس العجينه بتاعت السابلي دي كمان لو باتت بتبقى ممكن طريه سنه، لكن يعني تقعد يوم كده كمان. نيجي بقى نعمل العكس، يعني احنا عملنا هنا دايره، نعمل الدايره الثانيه العكس اهو. دي رصه، وزي ما قلت لو انتم مستعجلين بقى وعايزين تاكلوا سريعا هنحطها بالشكل اللي هنحطها بيه بعد شويه، وبرده هي كده كده هنجملها بشويه من الكريمه، فدي هنسيبها مش متغطيه قوي، التانيه ممكن نغطيها كلها بالكريمه
لان بيبقى شكلها طبعا ايه محطوطه كده يعني مصبوبه صب عليها. جميل. طريقه الرص دي ترجع لكم انتوا، يعني طريقه التقديم كمان ترجع لكم انتوا. احنا يعني الاسهل ليكم، يعني احنا مش بنعقد الامور، انتوا عارفين ان احنا دايما بنعمل الحاجات السلسه البسيطه اللي ما فيهاش تعقيدات يعني وكده. ان شاء الله دايما معانا في برنامجنا مطبخ الحياه مع الشيف يوسي، هتشوفوا كل اللي بيعجبكم حاجه كده جميله ان شاء الله روعه. نعمل هنا حاجه ورده بقى في النص. يا حاج جمال، الو شيف في مصر حبيبي، منور الدنيا يا شيف يسري ومنور قناة الحياة. يا رب يخليك. قناة الحياة هي فعلا بيتنا، ربنا يبارك لك. هي منورة بمشاهدينها يا حاج جمال. ربنا يكرمك يا شيف يسري يا رب. يا ربنا يخليك ليا يا رب، ويحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب احنا وانت والسامعين يا رب. انا حبيت بس امس عليك واقول لك الف مبروك عودتك بالسلامه لينا ومنور الدنيا كلها. حبيبي يا حاج جمال، والله ده انا اللي سعيد اني بسمع صوت حضرتك، ودايما كده نكون عند حسن الظن. ربنا يكرمك يا شيف يسري يا رب يخليك. مالكش اي سؤال بقى كده نعمله لك؟ ده انا اطمن عليك بالدنيا دي كلها والله. ربنا يخليك ليا يا حاج جمال، انا اللي سعيد اني بسمع صوت حضرتك والله. تسلم لي تسلم لي، بشكرك. ده كده خلاص عملنا دي اهو، لسه هنجرنشها ونعمل لها شويه ديكورات، ولكن هنا هنيجي ناخد بقى اللي هي بنحطها كده بالشكل ده، بنصب كل الخليط بس بلاش السائل، يعني شايفين احنا كميه السائل الموجوده دي بلاشها، ونفردها كده بس، مفيش اسهل من كده. للي حابب يقدم كده يقدم، للي حابب يقدم بالطريقه دي يقدم. دي معموله بطريقه كده سهله وبسيطه وما خدتش نص دقيقه، ودي بقى اللي بتترسي بالشكل اللي انتوا بتحبوه، زي ما انتوا حابين قدموا، زي ما بتقدموا. احنا عملنا دلوقتي حاجات رب تعجبكم. هنجيب بس الكيس كده، وزي ما قلت هنجمل الكمثرى هنا، دي ممكن نغطيها خالص اهي. تمام كده. والتانية بقى ممكن نديها روزيتا واحدة ولا حاجة في النص عشان شكلها يبان. أنا بحب دايما شكل الحاجة اللي احنا هنستعملها يبان معانا جميل. زي ما قلت هنا هناخد لها بس روزيتا كده في النص أو روزيتتين مش أكتر، عشان بس شكلها ما يبقاش. وبعدين انتوا عارفين بقى، انتوا سيدات البيوت بيتبسطوا لما يشوفوا الحاجه بتاعتهم كده جميله. ممكن نجيب كازرون احمد نعمل كراميل بقى بالمره طالما احنا كده مع بعض. هنيجي هنا بقى ندي خطوط من سوق. طيب خلاص هنعمله كله، نعمله في اي وقت كده اهو. خلاص ده صوص كراميل، وهنا برضو نحط عليها صوص كراميل للي حابب. يا رب كده نكون بنقدم لكم حاجات بسيطة لذيذة تعجبكم، واستمتعوا بالشكل والمنظر وبألف هنا وشفا. بعد الفاصل إن شاء الله هنوديهم لكم الحاجات دي كلها ونجاوب على أسئلتنا، ولكن ما حدش يروح في أي مكان. الممتع والجديد والتعليمي هتلاقوه مع الشيف يسري برنامج مطبخ الحياة، لأن الحياة هي الحب ورقم واحد في مصر. خليكم معانا. برعايه